في أفغانستان قتل 18 شخصا معظمهم من رجال الشرطة إثر اشتباكات مع عناصر حركة طالبان في مناطق متفرقة شرق البلاد، وقتل 5 من رجال الشرطة وأصيب 2 بجروح في هجوم شنته طالبان واستهدف مركزا للشرطة في مدينة غزنة جنوب شرقي البلاد. وفي حادث آخر قتل 4 من رجال الشرطة إثر انفجار قنبلة مزروعة على جانب الطريق في إقليم واردك شرقي أفغانستان.